بنرحب بالكابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي وكابتن بلال. اهلا وسهلا. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى الفوز، وهارد لك لنادي المقاولين. سريعا كابتن ايمن، هروح لطاقم التحكيم. كان الحكم مصطفى عثمان ادار كابتن علاء 5 مباريات فقط في الدوري الممتاز. هذه المباراة أول مباراة يلعبها للنادي الأهلي هذا الموسم طبعا، ومباراة كانت تحكيمية كانت سهلة، زي ما قلنا دايما النتيجة بتبقى بتسهل الحكم، الحكم بتبقى الأمور ماشية معاه بشكل كويس. المساعد الأول كان إيهاب فخري من منطقة القاهرة، والمساعد الثاني كان كريم يونس من منطقة اسكندرية، مبروك نبيل من منطقة القاهرة الحكم الرابع. الفار كان محمود بسوني وكان شهاب راشد. كان أول حلقة كابتن علاء كابتن بلال، حالة مهمة جدا جدا، واحنا بنتكلم هنا على خطأ من المساعد الأول. شوف الحالة، حالة سهلة جدا 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 يا كابتن علاء، نشوفها هنا هدف بس. أسهل شيء، وأنا بقول هنا في حاجتين حصلوا لإيهاب فخري الحكم المساعد الأول، يا تمركز خاطئ يا كابتن أسامة، تمركز أحيانا يجيب إشارة خاطئة، يا إما هو ما ربطش هنا لحظة. ثانية واحدة بس يا سمير، معلش ثانية، اللعبة دي مهمة جدا لأن دي أسهل حالة تحكيمية النهاردة بيجي منها هدف والحكم المساعد بيشاور على تسلل. هنا لحظة التمرير والموقف، الاتنين دولت لو أنا مش مركز كويس يا كابتن علاء كابتن الشريف، وراحت مني لحظة التمرير وموقف التسلل، اللعبة كلها بتروح مني. شايفين هنا اللاعب هنا المقاولين هنا، يعني لعبة واضحة ما بين لاعب المقاولين ولاعب النادي الأهلي اللي هو طاهر هناك، سهله ويعني اي حد يعني هيدي استمراريه في الكره. هو عمل الديلي هنا وبعدين احتسب التسلل. شوف اللعبه تاني، هنا هدف صحيح لمحمد طاهر، محمد طاهر. ونشوف هنا الفار حتى لما بيراجع، هو هنا حتى الحكم الفار بيعمل مراجعه للحاله، وبنشوف هنا الخط الفار هنا بيجيب نتيجه ازاي. شوف هنا لعبه واضحه جدا جدا، هو واخد هنا من اللاعب اللي هو الطاهر من الكتف، وهنا واخد من الكتف، وهنا الحاله واضحه سليمه 100% اسامه، وهدف صحيح، ولكن كان الخطا كان من خطا المساعد الاول.